السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سعيدة بلقائكم من جديد. مرحبا بكم أخواتي في قناة زينب المعبر. اليوم إن شاء الله غادي نحضر مع بعض الرزية التقليدية بدون بصل، قدجة رائعة ولذيذة. تابعوا معايا المقادير وطريقة التحضير. لا تنسوش أخواتي إذا عجبكم الفيديو ديروا لايك واشتركوا في القناة باش يوصلكم الجديد. كذلك ورجة ممتعة. بالنسبة لهذه المرزية كيف ما قلنا أخواتي في التقديم، أنها غادي تكون بلا بصلة. يعني المرزية كنعرفوها منين كتكون بلا، منين ما كيكونش فيها البصلة يمكن يكون تبقى عندكم مدة طويلة ما تيوقع عليها حتى شي حاجة. ندوزو على بركة الله المقادير اللي غنحتاجو ليهم. واحد جوج كيلو ديال العنقرة، أنا عندي هنايا العنقرة عندي جوج كيلو، يمكن السيدة فقط تستعمل كيلو ديال العنقرة يعني على حساب اللي عندها. عندي جوج كيلو ديال العنقرة، عندي واحد 300 غرام ديال الزبيب اللي رطبتو من قبل واحد ساعتين في الماء باش يتنفخ، وغادي نوريكم واحد الطريقه غادي نديرها ليه باش يبقى لكم منفوخ، يعني باش يجيكم منفوخ في المرق ديالكم. غادي نحتاجو اللوز فقط للتزيين. انا هنايا خديته فسخته كما كتلاحظوا، درت لوزته في الماء مغلي فسخته، غادي نقليه في الزيت. عندي نص كاس ديال العسل، عندي ربع كاس نخلط ما بين الزيت البلديه والزيت النباتيه، عندي الماء الكافي ما درت فيه الزعفران شعره، الماء اللي غادي يغطي لنا اللحم ديالنا. عندي هنايا معلقه صغيره ديال سكينجبير، ونص معلقه صغيره يعني اللي غيهز لكم راس الموس ديال الابزار غير شويه. عندي معلقه كبيره مملوءه حتى معلقه ونص ديال المروزيه، التوابل ديال المروزيه سبق لي حضرتهم معكم اخواتي، التوابل الخاصه بالمروزيه. الا ما كاينش هاد التوابل راه ما كاينش المروزيه، يعني ضروري من هاد التوابل هادو. عندي عود ديال القرفة، معلقة ديال القرفة غنحتاجها في الأخير، بقليل من الملح. هادو هما المكونات اللي عندنا. ندوزو على بركة الله طريقة التحضير. هنا غادي ناخد معلقة، هاد المعلقة هادي نعمرها كاملة سكينجبير، وكيف ما قلت لكم راس المعلقة ديال الإبزار هو هذا. غادي نزيد معلقة ونص، معلقة كبيرة ونص ديال المروزية، التوابل ديال المروزية، الملحة، واحد جوج معالق حتى ثلاثة ديال العسل، وغادي نخلي البقية حتى نبغي نشحر بها في الأخير حتى كيطيب اللحم. هاد المكونات غادي نزيد عليها واحد تقريبا كاس صغير ديال الماء اللي رقدت فيه الزعفران شعرة، غادي نخلط على بركة الله، وغادي نحاول نخدم بيديا. بسم الله. هنا غادي نبدا على بركة الله كنتبل هاد اللحم ديالي، كنرقدو كامل في هاد الترقيدة اللي درت ليه، وغادي نخليه أخواتي بالنسبة واخا يبقى عندكم حتى 3 أيام في التلاجة، خليوه في التلاجة مرقد حتى 3 أيام ما تبقى عليه حتى شي حاجة، قد ما رقد قد ما يجيكم مزيان. يعني ما كتلاحظوا معايا اخواتي اللحم ديالنا خلينا شرب الشرموله تقريبا، انا خليته ليله كامله. نتوما قد ما بقى قلنا قد ما بقى قد ما كتجي واحد النتيجه اللي هي مزيانه. كنعرفوا ان المرزيه كطيب على الفاخر، وانما حنا كما كتعرفوا يعني في عصر السرعه غادي نطيبوها في الكوكوت. انا كناخذ اللحم ديالي تنوضعو في الطنجره ديال الضغط اولا في الكوكوت، غادي نخوي عليه داك المراق اللي رقدت فيه. هنا كنضيف عليها الماء مقياس باش غادي يطيب ليا اللحم، تنضيف العود ديال القرفه، تنضيفوا الزيت اللي عندنا، غادي نضيف شويه ديال الملح يعني قياس الملح، نتوما على القياس ديالكم. صافي دابا غادي نسد اخواتي الكوكوت، غادي نخليها طيب. ديما اللحم كنقولها ونعاودها يطيب على عافيه مهيله، غادي نخليها طيب على عافيه مهيله مده واحد 40 حتى 45، ولا كانت العافيه مهيله خليوها حتى ساعه ونص، ما تخافوا على حتى شي حاجه. يعني غير وكان العافيه تكون مهيله بحال كنطيبوها على الفاخر، خليوها طيب على خاطرها، وغادي ندوزو تشوفوا بقيه المراحل. بالنسبه للزبيب الطريقه اللي غادي نوريكم اخواتي، كتاخذوا واحد المعلقه كبيره ديال الزبده اللي غادي نوضعوها في واحد المقلاه، وغادي نحاول نشحروا فيها هذا الزبيب بهذه الطريقه. هذه كتخلي الزبيب ديالنا تيبان منفوخ، سواء كنتو تخضروا به بروزيه او اي طبق بغيتو تخضروا به الزبيب. غادي نوريكم الطريقه ان شاء الله غادي نعتمدوها باش تحصلوا على واحد الزبيب اللي تيبقى منفوخ. هنا وضعنا الزبده في المقله، غادي ندير الزبيب اللي نقعته في الماء واحد ساعتين هي القليله، الا كنقع شويه ديال الماء الزهر يكون احسن يجي ملدد اكثر، يعني الماء وديروا فيه شويه ديال الماء الزهر ما يكونش غير الماء الزهر بوحديته. غادي نشحر فيه هذا الزبيب هذا، نديه ونجيبه، عاد غادي نضيفوا اللحم هو
وغادي نضيف كذلك العسل والقرفه باش غادي نعسل اللحم. هنا كما كتلاحظوا غادي نزولوا هذا العود ديال القرفه، غادي نديروا على بركه الله هنايا معلقه ديال القرفه، هي باش غادي نشحروا اللحم لان اللحم في الاول ما شحرناش. دابا غادي نديروا معلقه ديال القرفه، غادي نقص النار، النار خاصها تكون مهيله، غادي نضيف العسل، بسم الله، غادي نقص كما قلت لكم النار دابا تكون مهيله بزاف، علاش معاها غادي نقليو هذا اللحم في هذه القرفه وفي هذا العسل اللي درنا، وغادي ندير الزبيب اللي شحرت، بسم الله، حتى هو نفس الشيء، حتى هو كان غادي نبقاو نقليو هاد المس هاد نشحرو، يعني نشحرو هاد المسائل هادي حتى هو كان تتوقف تماما، متيبقاش عندنا حس ديال المرقة نهائيا. هنا كما كتلاحظو معايا أخواتي الطبق ديالنا من بعد ما عسلنا يعني خليناه تيتشحر في هداك العسل والقرفة اللي درنالو، كذلك الزبيب سنقدموه، يعني اللي بغى يعني كتعرفوا ان المروزيه الناس يعني الناس ديال زمان كانوا كيخليوها مده طويله، اللي بغى يخلي واحد شويه ديال المرق فاش يبغى يسخنها طبيعه الحال يمكن ليه يخلي واحد شويه ديال المرق. انا كما كتلاحظوا وقفتها لاننا نقدمها للضيوف. بالنسبه للوز فكيبقى يعني كنزينوا بشويه ديال اللوز، كاين اللي تيخي ولاو عليها تحسينات كثيره، يعني كاين اللي كيديرها بالتمر معمر بالعقده ديال اللوز ولا بالشريحه معمره، ولا يعني الطريقه اللي هي تقليديه اننا كنقدموها باللوز. كنتمنى ان شاء الله تروقكم هذه الوصفه، كان عجبتكم بحال ديما ديروا لايك للفيديو، اشتركوا في القناه باش يوصلكم الجديد. خليت لكم الراحه الى حلقه قبيله بحول الله.